تحية لكم مشاهدي الان تي في. فجأة كثر الحديث في الأوساط الأكثرية عن جهات تعمل لجر البلاد إلى الصدام الأمني، علما أن ليس هناك من جديد أمني لم تشهد البلاد مثله، إن كان على صعيد الحساسيات بين الأسير وحزب الله أو على صعيد تحويل الحدود اللبنانية السورية إلى جبهة عسكرية لم يعد الحزب يخفي تورطه فيها، وهو في صدد التحضير إعلاميا لما يبرر قيامها. وسط هذه الأجواء ينعقد المجلس الأعلى للدفاع صباح اليوم في قصر بعبدة لبحث الوضع الأمني داخليا وعلى الحدود، وذلك قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي والتي تغيب عنها سلسلة الرتب والرواتب. في سياق موازن، الحراك السياسي متواصل لاستيلاد القانون الانتخابي المختلط، وقد برز موقف الرئيس بري الذي أكد أنه إذا استمر هذا الفلتان الأمني فالسلام على الانتخابات. في الانتظار الشارع المطلبي يغلي، الحركات النقابية تنادت إلى إعلان اليوم الأربعاء يوم الزحف إلى السراي. البداية من الأنباء التي تحدثت عن سعي حزب الله لتأمين ممر آمن يربط المنطقة الشيعية في البقاع الشمالي بالمنطقة العلوية في شمال سوريا. كشفت معلومات أمنية عن تخوف دبلوماسي من تدهور الأوضاع في لبنان بعد عمليات يتوقع أن يقوم بها حزب الله في مناطق حدودية متاخمة للحدود السورية. وتتحدث المعلومات عن أن ثمة احتمالات لوقوع نزاعات داخلية في لبنان بين حزب الله ومجموعات لبنانية وغير لبنانية فلسطينية وسورية قد تؤدي إلى تفجير كبير للأوضاع. وذكرت معلومات أن السفارة الأمريكية قد اتخذت أعلى درجات الاحتياطات الأمنية وجهزت نفسها لكل الاحتمالات، في وقت أشارت معلومات صحفية عن أن السفيرة الأمريكية قد أبلغت المسؤولين اللبنانيين قلقها البالغ من نشاط حزب الله الذي قد يورط لبنان في صراعات لا طائل منها. السفارة الأمريكية رفضت في اتصال مع الام تي في التعليق على ما وصفته بالأمور المخابراتية المزعومة، وذكرت السفارة بأن آخر لقاء بين السفيرة كونلي ورئيس الجمهورية يعود إلى 19 من شباط لدى مرافقتها السناتور الأمريكي فرانك وولف، ودعت الإعلام لمراجعة البيان الذي صدر في ذلك التاريخ حول الأمور التي ركز عليها الاجتماع، علما أن كونلي زارت الثلاثاء رئيس الحكومة. وذكر البيان الرسمي للسراي أن اللقاء تناول التطورات في لبنان. في المقابل كشف مصدر أمني رفيع للأم تي في عن مخطط عسكري يعد له النظام السوري مع حزب الله يقضي بتطهير ريف حمص الجنوبي الغربي لتأمين ممر آمن يربط المنطقة الشيعية في البقاع الشمالي اللبناني مع المنطقة العلوية في شمال غرب سوريا، إلا أن عقبات لا تزال تعترض هذا المخطط أبرزها بلدتا القصير والحصن، حيث الجيش السوري الحر لا يزال يخوض مقاومة شرسة في وجه قوات النظام. حزب الله مصمم بحسب المعلومات على المساعدة في هذه المعارك، وما مشاركته المعلنة في قصير إلا خير دليل. ولوحظ بحسب المعلومات حركة شراء قوية في صفوفه لسيارات رباعية الدفع مكشوفة الظهر من التي يسهل استعمالها لتثبيت أسلحة رشاشة ثقيلة ومدافع من عيارات خفيفة. أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بصحة جيدة وموجود في لبنان ولم يغادر إلى أي مكان. وكانت وكالة الأناضول التركية نقلت عن مصادر وصفتها بالواسعة الاطلاع والمقربة من حزب الله أن نصر الله تعرض لوعكة صحية قبل عدة أيام، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في الضاحية الجنوبية قبل أن ينقل إلى طهران. سقطت 9 قذائف مصدرها الجانب السوري على امتداد الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير من العبودية وحتى بلدة الدببية، مرورا بحكر جنين، قشلق والنورة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. كما سقطت قذائف من الجانب السوري على بلدة العرمة المقابلة لبلدة لينا السورية، وسجل سقوط قذائف في خراج بلدة جنين. وتشهد البلدات الواقعة على ضفة النهر الكبير توترا أمنيا شديدا. في الخاص، من هي جبهة النصرة وما هي أهدافها وكيف يساهم بقاء النظام السوري في نموها؟ التفاصيل في تقرير هيثم خوند.
أيام قليلة وتدخل الثورة السورية عامها الثالث وسط تغيرات كثيرة طاولتها تنظيما وحراكا وشعارات. فهذه الثورة التي انطلقت من أزقة درعا وساحات حماس المية مطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، اكتسبت مع الوقت وفي ظل القمع الدموي الذي تعرضت له طابعا مسلحا ترافق مع انشقاق آلاف الجنود والضباط وتشكيلهم الجيش السوري الحر. إلا أن افتقاد الجيش الحر للعتاد والسلاح وتخبط المعارضة في تنظيم نفسها طوال شهور أفسحا في المجال أمام دخول عناصر أخرى إلى المشهد السوري، عناصر مدربة معبأة عقائديا ودينيا ومعظمها أجنبي. فكانت ولادة جبهة النصرة في نهاية العام 2011. عم ينضم الله من جنسيات مختلفة ومن مناطق مختلفة، وخصوصا عبر الحدود التركية يعني اللي بقيت شبه مفتوحة الآن على الشمال السوري، ينضم المزيد من المقاتلين من جنسيات مختلفة. وأذكر أنه يعني بعض الباحثين توصل إلى القول بأن هناك 27 جنسية مختلفة لديهم تموين خاص ولديهم تمويل خاص. يعني إذا بدك القتال داخل سوريا وإطالة عمر النظام ومقاومة هذا النظام والعنف المفرط الذي استعمله هذا النظام، كل هذا بالواقع خلق هذه البيئة لدخول الإسلاميين ولوجود جماعات متطرفة تقاتل هذا النظام. الثورة ستنتهي يوما بانتصار فريق على الآخر أو بتسوية يعقدها الجانبان، لكن تبقى مشكلة النصرة قائمة وسط مخاوف من تحولها سرطانا يصعب استئصاله من الداخل السوري. الأعداد يعني في تضخيم بالواقع لأعداد هؤلاء الناس. أنا أعترف بأنهم موجودين في الشمال بمجموعات قوية جدا، وأعترف بأنهم قد تسللوا إلى ضواحي دمشق. أعداد النصرة وما شابه النصرة قد لا يتعدى يعني من 6 إلى 8 آلاف شخص، ولكن يعني عددهم يمكن احتوائه في مرحلة لاحقة، خاصة إذا ما قارنا بالنمو الكبير الذي حصل في صفوف الجيش الوطني الحر. حتى الآن تحصر جبهة النصرة نشاطها في ملعبها السوري، لكن استمرار المراوحة السورية يثير مخاوف عالمية كبيرة من امتداد هذه الجبهة لتهدد جميع دول المنطقة. فالقاعدة حاولت منذ نشأتها وضع اليد على سلاح الدمار الشامل، واليوم هي أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هذه الغاية. أعلن الرئيس نبيه بري للسفير أن الوضع الأمني وصل إلى مرحلة لم تعد تطاق، وإذا كانت الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تستطيع حماية اللبنانيين فلماذا تدفع لها الرواتب؟ وليقم كل لبناني بحماية نفسه. وأضاف بري أن المطلوب من الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تضرب بيد من حديد وتضع حدا للفلتان الأمني وتلاحق المرتكبين في أي مكان وجدوا، سواء في الضاحية أو البقاع أو طرابلس أو صيدا، مشيرا إلى وجوب ولمرة أخيرة رفع الغطاء السياسي عن السلاح العبثي وترك المؤسسات الأمنية تؤدي واجبها قبل فوات الأوان. وفي هذا السياق أبلغ بري نهار أن هيبة الدولة على المحك، وإذا استمر هذا الفلتان الأمني فالسلام على الانتخابات. التقى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في برلين نظيره الروسي سيرجي لافروف، الذي دعا في ختام الاجتماع المعارضة السورية إلى تشكيل وفد للتفاوض مع النظام السوري بهدف وقف الحرب الدائرة في سوريا. هذا وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن السعودية تمد المسلحين السوريين المعارضين بأسلحة اشترتها من كرواتيا. حل الأزمة في سوريا مرتبط إلى حد كبير بقرار روسي أمريكي، وفي هذا الإطار التقى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في برلين نظيره الروسي سيرجي لافروف في مسعى للتوصل إلى حل قبل يومين من مؤتمر أصدقاء سوريا في روما الذي أقنع كيري المعارضة السورية بالمشاركة فيه. وكان لافروف ندد بالمعارضين المتطرفين في سوريا واتهمهم بالمراهنة على الحل العسكري وعرقلة أي محاولة للحوار. في هذا
هذه الأجواء تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية والمقاتلين المعارضين في محيط الجامع الأموي الكبير في حلب، حيث فجر مسلحون عبوة ناسفة في أحد أسوار الجامع. من جهة ثانية تستمر الاشتباكات بعنف لليوم الثالث على التوالي في محيط مدرسة الشرطة في خان العسل في ريف حلب الغربي، أحد آخر معاقل القوات النظامية في المنطقة. وأشار المرصد إلى أن مقاتلي المعارضة سيطروا على مبنى كانت القوات النظامية تتخذ منه مركزا. في هذا الوقت نفذت طائرات حربية غارات جوية على عدة مناطق في محافظات ريف دمشق ودير الزور والرقة وإدلب ودرعا. دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان فرقاء في لبنان إلى الإجماع على قانون الانتخاب، مؤكدا أن إجراء الانتخابات ضمن الأطر الزمنية الدستورية والقانونية مهم لاستقرار لبنان. فيلتمان وخلال الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط حذر من أن الزوبعة العسكرية المدمرة في سوريا تتحرك بقوة أكبر كل يوم وتهدد بجر دول الجوار إلى دوامتها، معربا عن القلق من أي أعمال تجازف بجر لبنان إلى النزاع في سوريا، ولافتا إلى أن التقارير المتواصلة عن نقليات أسلحة إلى لبنان وعبره تتعارض مع الواجبات الدولية. هيئة التنسيق النقابية تواصل إضرابها المفتوح للأسبوع الثاني على التوالي وتؤكد أن الأربعاء سيكون يوم الزحف إلى بيروت. نحن هيئة نقابية، انت عصابة حرامية، انت عصابة حرامية. في الشارع حراك نقابي دخل أسبوعه الثاني متجها نحو مزيد من التطور والتوسع، طالما أن الجمود الرسمي باق على حاله، محفزا بذلك استمرار الإضرابات داخل المؤسسات الرسمية والمدارس بالتوازي مع الاعتصامات المركزية التي تنظمها هيئة التنسيق النقابية يوميا. وبانتظار الاعتصام الكبير الأربعاء والذي سمي بيوم الزحف إلى بيروت، نفذ اعتصام الثلاثاء في محيط وزارة الاقتصاد وسط العاصمة. للرئيس بقاتلي نقول له احزم أمرك، اخرج إلى الرأي العام، اخرج إلى الرأي العام واعتذر له، واعتذر له لأنك وقعت اتفاقا وأقريت في الحكومة سلسلة الرتب والرواتب، فقل لشعبك أنك عاجز عن تنفيذه. بدي أقول للوزير نحاس، يا معالي الوزير عم تقول أن المتقاعدون عم يعيشوا بسخاء ومرتاحين، يشكروا ربهم لأنه يمكن يجي يوم ما يقبضوا. هذا كلام مسؤول؟ هذا كلام بيصدر عن وزير؟ لا يا معالي الوزير، كرامتنا قد الوطن، كرامتنا قد البلد، وانت واحد فرد بهالبلد، وكل مواطن مثلك اذا ما بدي اقول اعلى شهاده منك. وعيب يا معالي الوزير عبود كمان الكلام اللي قالوا عن المتقاعدون ان اللي عم يعيشوا كثير ومعدل الوسطي للعمر 70 سنه، عيب. وفي مشهد بدا اشبه بالبروفا لمسيره الاربعاء التي تنطلق من البربير نحو السراي الحكومي، نفذ المعتصمون مسيره من وزاره الاقتصاد نحو جمعيه المصارف. ومن محيط جمعية المصارف استكملت المسيرة باتجاه بلدية بيروت ومنها إلى وزارة الاتصالات، وسط تأكيد أن أحدا لن يتراجع عن التحرك قبل إحالة السلسلة إلى مجلس النواب. الشيخ أحمد الأسير يعلن عن سلسلة تحركات تبدأ يوم الجمعة المقبل في مختلف الأراضي اللبنانية. التفاصيل مع جويس عيي. بكلام هجومي حاد رد إمام مسجد بلال بن رباح شيخ أحمد الأسير على استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر له، فشن حملة قاسية عليه تخطى فيها الخطوط الحمر. صقر علينا والدجاجي عند حسن نصر الله. اللي فعله صقر صقر بأمر من معلمه حسن نصر الله
هذا موضوع كتير كبير وبدنا نعلمه بإذن الله، هو ومعلمه الأدب كيف يتأدب مع علماء أهل السنة في لبنان. وعلى وقع هتافات الموت ولا المذلة أكمل الأسير هجومه ليطال مدعي عام التمييز ووزير الداخلية. المدعي العام اللي عنا الله يخليه لأهله تابع لنبيه مري 100%، بنفذ أجنته 100%، طلع وزير الداخلية يقول بعتنا وتأكدنا إنه الشقق هيدي للطلاب ما فيها مسلحين. والله عيب، عن جد عيب. أنت بعت مسؤولك على البناية ومنعوه للمسؤول، هو أخبرنا بعظمة لسانه منعوه يفوت على الشقق، بتقول تأكدنا؟ الأسير الذي تحدث عن سلة طلبات رفض الإفصاح عن مضمونها إلا بعد تسليمها إلى مفد من الحكومة، أكد البدء بتحركات على الأرض في كل لبنان بعد صلاة الجمعة. وفي حال اعتدي علينا أثناء حراكنا السلمي بدنا ندافع عن أنفسنا بالطريقة اللي منلاقيها مناسبة في المكان والزمان المناسب. هل ستقتحمون الشقق يلي موجود فيها كما تقولون مسلحون شيعة وأسلحة؟ نحن بصيدة ما قبلنا الصهاينة الحاقدين يبقوا بصيدة ليلي يناموا من وقت ما احتلوها بدون رصاص، فمن باب أولى ما حنقبل أي احتلال أنه يعتدي علينا إيراني ولا غيره. يعني أنت توازي بين حزب الله والصهيونيين؟ المشروع الإيراني ما بيقل خطر علينا من المشروع الصهيوني. إذا جاء خبر مقتلي سامحوني على تقصيري لأنني فعلت ما بوسعي، ختم الأسير الذي أكد أن أمنه مهدد. وكان القاضي صقر صقر كلف القوى الأمنية إبلاغ الشيخ أحمد الأسير بوجوب حضوره إلى دائرته، إلا أن الجواب كان يوميا تعذر إبلاغه. سمع عدوي انفجار ليلة الثلاثاء ترددت أصداؤه في الضاحية الجنوبية، تبين أنه ناجم عن انفجار إطار شاحنة تحمل لوحة كويتية عند أول جسر الصياد. بعد إعلان المنطاد القاتل. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لصحيفة الأخبار أن العودة إلى قانون الحكومة تعني الضرب بكل الجهد والمفاوضات والبحث للوصول إلى قانون جديد عرض الحائط، أي بمعنى آخر العودة إلى نقطة الصفر، معتبرا أن من يريد بلوغ قانون توافقي لا يستطيع إلا أن يقبل حيث وصلت لجنة التواصل النيابي، أي في القانون المختلط سواء على طريقة الرئيس بري أو على طريقة القوات. هذا وقد أجرى جعجع اتصالا هاتفيا بالرئيس فؤاد السنيورة وبحثا في صيغة مشتركة لمشروع قانون الانتخاب، وفي الإطار عينه عقد لقاء ضم الرئيس أميد جميل والرئيس سنيورة مساء أول من أمس، حيث اتفق على استمرار الاتصالات من أجل الوصول إلى مشروع قانون للانتخاب. العماد ميشيل عون يؤكد أن البلاد تمر في مرحلة خطيرة، لافتا إلى أن المسار التحريضي سيؤدي إلى حرب داخلية. جدد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون تمسكه بقانون اللقاء الأرثوذكسي وقال لدينا قانون واحد، إما الأرثوذكسي وإما قانون الدائرة الواحدة، ولن نرضخ لغير ذلك. إذا اثنين ودائما بتصير هيك أكثر من واحد بيطوقوا واحد وبيسلبوه، عملية السلب ما صارت شرعية. في مادة دستورية بتنص على المناصفة، ما حدا يخوفنا، يعني الفاجر ما رح يأكل مال التاجر. شي مرة بيطلع واحد أفجر من التاجر الفاجر، اخترعوا قصة اللي بيجيبوا قد بعضهم تطلع كتلة مستقلة، بدهم يعرفوا نتيجة الانتخابات قبل ما يعملوها، ساعتها بيقروا القانون. لكن هذه الحمرانيات نحن ما بنقبلها. وعن الوضع الأمني، اليوم نمر بحالة أمنية خطيرة جدا جدا. المسار التحريضي أيضا اللي عم بيصير سيؤدي إلى حرب، يمكن حرب داخلية ما راح يستحي من حدا، ويكون المسؤول عن تحضيرها القوى المسلحة بجميع فروع الأمنية وغير الأمنية على الأرض، طبعا مسؤولية قادتها، مسؤولية سياسية تقع على السياسيين اللي لهم الكلمة الفصل.
وأكد عون حرصه على أمن واستقرار البحرين، لافتا إلى أنه إذا أسيء فهم ما قاله وتحوير بعضه فهذا لا يعني أن ما كتب غير صحيح. أوصى الاتحاد الأوروبي دوله بمنع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الإشكالية. أعلن الجناح العسكري لحركة فتح مسؤوليته عن إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل ردا على اغتيال أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي السبت. وأكدت كتائب الأقصى أن العملية رد أولي على اغتيال الأسير الذي قضى في السجن في ظل كلام عن أن وفاته حصلت تحت التعذيب. مقتل 19 سائحا و تعليق الرحلات السياحية بعد انفجار منطاد في مصر. لم تنتهي رحلة السياح الغربيين والآسيويين في مصر كما كانوا يريدون. 19 سائحا من هونغ كونغ واليابان وبريطانيا وفرنسا قضوا في حادث انفجار منطاد في منطقة الأقصر التاريخية في جنوب مصر، في حادثة تسجل أكبر حصيلة للقتلى منذ حوالي 20 عاما. المنطاد كان يحمل 21 شخصا ويحلق على ارتفاع 300 متر عندما اشتعلت فيه النيران قبل أن ينفجر ويتمكن شخصان فقط من القفز منه. حاول الريل اللي بيطير حاول ينزل المنطاد تمام، فنزلوا نزل على مسافه 3 متر، فبينزلوا العمال بيمسكوا منه الحبل تحت، الحبل مسك في الخرطوم بتاع الغاز فلت، فضرب طلع على طول بسرعه رهيبه، طلع على فوق تاني، ما طلع مسكت فيه النار مش المسافه دي كلها وراح وقع في المنطقه الثانيه. اول ما نزل انفجرت اسطوانه الغاز، الناس كانت تفتفت، بس كان في اول قفز منه الطيار بتاعه قفز منه وسائح أمريكان بس القفزوا، والباقيين كلهم راحوا إيه قفزوا النار فيهم. وفي تداعيات الحادثة أوقف محافظ الأقصر كل الرحلات بالمنطاد، في حين انشغلت الدول التي قضى أبناؤها في الحادث بالترتيبات من أجل نقل الجثث وإعادتها إلى بلادها. أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين تشاك هيجل 66 عاما وزيرا للدفاع إثر معركة تشريعية نادرة في الولايات المتحدة. وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأكثرية 58 صوتا على تعيين مرشح الرئيس باراك أوباما مقابل اعتراض 41، وذلك بعدما وافقت الأقلية الجمهورية في وقت سابق على عدم عرقلة التصويت. والآن إلى الصفحة الرياضية مع ساندرين. هاي ساندرين. هاي ماجد. شو حاملة أخبار؟ اليوم أكيد رح نحكي كرة قدم مع الكوبا ديل ري، مباراة ريال وبارسا اللي كتار كانوا عم يحضروهم امبارح، وأخبار أخرى أيضا. تفضلي. البداية من إسبانيا حيث حقق ريال مدريد فوز ساحق مساء امبارح على غريمه برشلونة 3-1 بإياب دور نصف النهائي من الكوبا ديل ري وحجز مكان له بالمباراة النهائية. سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين للفريق الملكي والفرنسي رافائيل فاران الهدف الثالث. وقال كريستيانو أنه الفوز 3-1 من فريق مثل برشلونة بملعب كامب نو بيزيد من ثقة الفريق بنفسه وبيعطيهم دافع قوي لمقابلة مانشستر يونايتد بدوري الأبطال. أما مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس فقال أنه ريال عم يسترجع مستويه تدريجيا بالدوري المحلي وبالبطولة الأوروبية وعم يشهدوا عودة الفريق يلي بيطمحوا له. من جهة تانية مهاجم برشلونة بيدرو رودريغيز اعترف أنه على الفريق العمل لتحسين أدائه بجميع المراكز للعودة إلى المستوى يلي عود الجمهور عليه، كما أضاف أنه اللاعبين عم يفتقدوا لمدربهم تيتو فيلانوفا بالأخص بهذه الفترة الصعبة يلي عم بيواجهوا فيها المشاكل. ايضا بكره القدم احتفل امبارح فريق سوانزي سيتي الانجليزي بشوارع المدينه بفوزه بكاس الانديه الانجليزيه المحترفه. اقام سوانزي موكب النصر بعد يومين من فوزه بالنهائي على فريق برادفورد سيتي 5-0 ليحقق فوزه الاول بلقب بطوله كبرى. وعلى الرغم من الطقس البارد خرج عدد هائل من الجماهير للترحيب بالفريق بشوارع مدينة سوانزي. وقال مدرب الفريق مايكل لاودروب أنه الفوز يلي تحقق يوم الأحد هو فوز تاريخي، بالأخص لما يصير مع فريق صغير ومدينة صغيرة للمرة الأولى. بالتنس وتحديدا بطولة دبي المفتوحة للرجال اللي عم تلعب على أرضية صلبة، خرج الصربي يانكو تيبسارفيتش المصنف السادس من الدور الأول بعد خسارته أمام الروسي نيكولا دافيدينكو 6-0 و7-5. أما الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو
فأما تأهله إلى الدور الثاني بعد فوزه امبارح على القبرصي ماركوس باغدادس بمجموعتين مقابل واحدة. بدوره المصنف أول عالميا نوفاك جوكوفيتش اللي بيبحث عن لقبه الرابع بدبي ما واجه أي صعوبة بالتغلب على مواطنه فيكتور ترويكي 6-1 و6-4. أخيرا الفرنسي جو ويلفريد سونغا خرج من البطولة من الدور الأول بعد خسارته أمام مواطنه ميكايل لودرا 7-6 و6-2. نختم مع خبر محلي وفضيحة كرة القدم اللبنانية المتعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات واللي أدت لتوقيفات وغرامات بالجملة، وكنا أول من أشار لها من فترة خلال برنامج سكور على الام تي في. أعلن رئيس لجنة التحقيق الأسيوية اللبنانية بقضية المراهنات والتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم فادي زرايقات عن نتائج التحقيق واللي قسمت العقوبات فيها لثلاث مستويات. العقوبة ألف وشملت اللاعبين محمود العلي ورامز ديوب والإداري بنادي العهد فادي فنيش وهو بنفس الوقت مترجم منتخب لبنان، وبتقتضي الحرمان من أي نشاط بيتعلق بكرة القدم مدى الحياة وغرامة مالية قدر 15,000 دولار أمريكي. العقوبة ب وشملت اللاعبين هادي السحمراني ومحمد جعفر، وبتقتضي الحرمان من ممارسة كرة القدم لمدة 5 مواسم وغرامة مالية قدر 7,000 دولار أمريكي. العقوبة جيم ويلي بتشمل 20 لاعب من بينهم علي بزي، علي السعدي وأحمد زرائي، وبتقتضي الحرمان من ممارسة كرة القدم لمدة موسم واحد وغرامة مالية أدرى 2,000 دولار أمريكي. فهل العقوبات هي كارثة على كرة القدم اللبنانية أم صفحة بيضة جديدة توعد بمستقبل زاهر وسليم؟ هيدا كان كل شيء بسبار لهلأ. ماجد العودة لك. مرسي ساندرين. إلى الأحوال الجوية مع ألين. الاعتماد اللبناني مصرفك لكل الفصول. مرحبا. الأجواء الصافية المستقرة رح تكفي معنا اليوم وبكرة، بانتظار نبلش نلاحظ تغيير بالطقس مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الخميس الجمعة. أما اليوم فنهارنا صافي إلى غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة اعتبارا من بعد الظهر. اتجاه الرياح الشمالي غربي لشمالي شرقي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين ال 24 وال 25 درجة، على الجبال بال 14 و 23، أما بالداخل فبتتراوح بين ال 21 و 22 درجة. الرطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف، البحر هادي، والجو مثل ما ذكرنا صافي إلى غائم جزئيا. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق وضيعة اللبنانية منشوف بيها الجولة من الجو يلي بتخدنا. فوق الفريديس مع 22 درجة، طرابلس 24، شكا كمان 24، ريفون 20 درجة، بيروت 25، روم 21 درجة، وطقسنا غائم إلى صافي بكافة المناطق. دبل والخيم 21 درجة، 22 بمجغرة كمان بيتا عنيل، والختام بالأعمى 21 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم وثلاث أيام الجايين. اليوم الأربعاء بتسجل حرارة 25 درجة بالنهار وطقسنا غائم إلى صافي وبيستقر على شكل النهار. الخميس مع 22 درجة بتنخفض الحرارة، الجمعة ل 19 طقسنا بيكمل غائم، لنهار السبت مع 21 درجة. لتعرفوا كل أخبار الطقس تابعوا نشاطنا الثلاثة يوميا خلال نشاط أخبار الام تي في، وأنا بلاقيكم بنشاط لاحقة. هذا كل شيء مشاهدينا الكرام، تابعونا عبر ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر وام تي في لبنان على موقع فيسبوك وعبر mtv.com.lb. الى الملتقى بألف خير.